السلام عليكم بنات، كيفتوما؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. توحشتكم صراحه بزاف البنات، توحشتني نعمل معكم شي فيديو، ولكن صور غير ما كيبقاش عندي الوقت اني نعمل معكم مونتاج وصور. عندي بزاف ديال الحاجات مصورين، ولكن والله ما عندي الوقت فاش نعمل نجلس ونعمل مونتاج. وكتعرفوا ان باش نعمل مونتاج فيديو داكشي كيدي الوقت، كنبقى غير ملي مع العائله. الواحد كيبغي يعني يستغل الفرصه، يجلس مع الوالدين، مع الفاميليا، يخرج معاهم. يعني انتما كتعرفوا ان الايام كطير، شحال ما جلستي في المغرب ما الانسان ما كيصحاش، سبحان الله العظيم. المهم اليوم قلت نصوركم، حيت الاخوات كيقولوا لي صورنا واخا غير الشوارع بحكم انهم يعني توحشوا شحال ما جاوا المغرب، وبخصوص الناس اللي ساكنين يعني في طنجه، توحشوا يعني البلاد ديالهم، توحشوا الارض ديالهم بصفه عامه. فالمهم اليوم ما شاء الله خروج، ما كتشوفوا دابا كاين انا قريبا محطة ديال الترن، فغادي نتلاقى مع بنت خالتي وبنت حبيبي هنايا ان شاء الله في مالاباطا. ومهم ندور شويه ونفوج شويه وانتم معايا. دابا انا كنبقيت يعني نزلت هنايا، شبرت الطاكسي ونزلت هنايا قدام ماكدو. يعني كيعجبني نجي فهاد البلاصه مزيونه. المهم تبارك الله، شعب قلكم طنجه غزاله كامله صراحه. الله فيما كتمشي كيعجبك، كل ما كتمشي يعني موطا كينسك في موطا صراحه. كتلقى واحد الراحه، بحر ديالها واعر مزيوان، ماشي حيت هي مدينه ديالي كنشكرها، ولكن المغرب كامل مزيوان، ماشي غير طنجه تبارك الله. كل مدينه عندها واحد الطبع ديالها الخاص، واحد الجماليه خاصه سبحان الله. فبحكم انني يعني واحد الانسانه طنجاويه، خلقت في طنجه وتربيت في طنجه، فكنحمق على هذه المدينه ديالي. فمهم انا لقيتوني كنستناهم هنايا، فغادي يجي وغادي يتلقى معاهم. بنات، وفي هذا الفلوق غادي نشارك معكم كذلك الاخت ديالي ان شاء الله، حتى هي غادي تجي اليوم من ايطاليا، وغتجي اليوم ان شاء الله ملي غادي نفوجوا هيدا مع بعضياتنا هنايا في هذا المنظر الجميل. من بعد ان شاء الله نمشيو ناكلوا شي حاجه خفيفه ظريفه. المهم ديك ساعتك ان شاء الله عاد نمشيو، هي توصل بالليل، وديك الساعه من تما غادي نمشيو للمطار باش نتلقاو اختي ان شاء الله، نجيبوها من المطار. غادي تجي من ايطاليا ان شاء الله. المهم البنات اللي باقي ما جابشي غادي يجي، والله يجيبكم على خير ان شاء الله يا ربي، تشوفوا عائلتكم وتشوفوا بلادكم وحبابكم ان شاء الله يا ربي. واللي ما غاديش يجي هذا العام، المهم ان شاء الله باقي الايام ان شاء الله، فوقاش ما يعني تسحت له الفرصه انه يجي لبلادو. يجي سبحان الله صراحه، كتفوج كتنسى كل شيء ملي كتجي لهاد الارض سعيده كتنسى كل شيء سبحان الله. فمرة اخرى كان واحد السيده قالت واحد التعليق، ما عرفتش كسيد كسيده. المهم يعني مش شفت فرحه ديالي اللي وصلت لبلادي، فرحانه وبكيت وهذا. فقالت ملي نتوما هيدا يعني محروقين على بلادكم، علاش ما بقيتوش فيها؟ فيعني لا علاقه، يعني التعليق لا علاقه الصراحه. حنا هجرنا بلادنا ماشي حيت حنا كنكرهوها، بالعكس حنا كنحماقوا على بلادنا، وبلادنا عندنا في الدم. هاد الشيء هذا سبحان الله كيخلق فينا يعني فطره، فينا كنحماقوا على بلادنا، حب الوطن. الانسان كيهجر من اجل الظروف، هي اللي كتجعله انه يهجر، ما هو الا كانت الظروف مناسبه. فمستحيل انه الانسان يهجر بلاده وارضه، فين خلق، فين تربى، فين والديه، فين احبابه وعائلته. فالظروف هي اللي كتجعلنا اننا نمشيو تما، يعني اما بلادنا راه عندنا في الدم وكنحماقوا عليها. المهم الا مشينا نهضروا في هذا الموضوع، موضوع طويل بزاف وما غاديش يتسالى، وغيكون فيه نقاش بزاف بزاف. المهم احنا ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. المهم البنات، تلاقيت مع بنت خالتي وبنت حبيبي، تلاقينا هنايا في هذه البلاصه، وجاو دابا ان شاء الله نعمل واحد زايده، نمشيو على شط البحر نشوفوا الهواء، نفوجوا مع تما. كتعرفوا ان البحر سبحان الله العظيم كيفوج انسان، كيرتاح بزاف ملي كيجي للبحر، مجرد انه كيشم الهواء ديالو.
غزالاتي مي بنات تمشينا انا وبنت خالتي وبنت حبيبي، لعبنا جرينا ضحكنا جلسنا. المهم ضربنا شويه ودابا غادي نمشيو نعمل واحد غوتي يعني خفيف ظريف. هاد الدويتش يعني في حل الشكل ديال الماكدو، داكشي فيها خفيف ظريف ولكن داكشي كي حمق البنات ماشي بزاف. اش فتحت البنات انا ما كنعمل لا اشهار لا والو، بالعكس الحاجه ملي كتعجبني سي نورمال غادي نشاركها مع خوتي، حتى هما الا خرجوا ولا جاو من طنجه ولا هما من طنجه، فاذا كانوا كيديروا في هذا الاتجاه فصراحه يجيو هنايا وغيعجبهم الحل. اول حاجه مزيونه نقيه ماكله ديالها لذيذه. المهم شي اول مره انا غنجي البنات، كانت فتحت يلاه في الصيف اللي قبل العام الاول، حيت العام اللي فات ما كنت جيت، يعني كانت فتحت العام اللي كان قبل، فكانت يلاه فتحت جديده حسب العام الاول كاع ما فتحوا، تما كتعرفوا الظروف العام اللي فات كيفاش كان. فكما كتشوف يعني حتى الديكوراسيون ديالها فنيون واصلا مرتاح، يعني انا حاجه مهمه ان يكون واحد ريستورانتي ولا تكون كافي تكون فيها واحد الراحه وتكون فيها النقاوه تكون نقيه، واهم حاجه اكيد الا كانت النقاوه كتكون يعني ماكله كتكون مرتاحه وتينا كتاكل فيها. المهم كما كتشوفوا الديكوراسيون ديالها كيفاش فنيون، كتحس بالراحه البنات ملي كتجلس في هذه البلاصه، يعني فيها شي طابع يعني تقليدي شي حاجه ديال، المهم فيها بحال شكل ديال الجامع. المهم طلبنا البنات غير تاكوس، شي حاجه انا قلت لكم شي حاجه خفيفه ظريفه، تاكوس ومناضه وفريت وصافي. المهم ماشي بزاف هذا الشيء انسان مزيان ياكلو، ولكن مره ما فيها بس الا خرج هيدا يعني. المهم الثمن الاثمنه البنات مناسبه بزاف، ماشي حتى تشوفوها في هذه البلاصه تقولوا، بالعكس الثمن ديالها جد مناسب، يعني اصلا غتفاجئوا بالاثمنه اللي عاملين بحكم ان قول سفنا ماكله نقيه غزاله واهم حاجه لذيذه البنات، ماكله مزيونه اللي بغيتو. فانا قلت لكم الحاجه اللي خفيفه برجر تاكوس، المهم بزاف ديال الحاجات غادي تلقاوهم ان شاء الله غيعجبوكم. المهم البنات صافي خرجنا من تما جلسنا، ومهم كلينا على الخاطر ديالنا وجلسنا مزيان صراحه، لان كتحس بالراحه ملي جالسه في داك ريستورانتي. فالمهم دابا غادي نكملوا نتمشاو غير شويه، الجو دابا كيتبدل ملي كتمشي الشمس عاود كيرجع واحد الجو اخر، عاود ما كتسخاش تمشي بحال في الدار بروده، وتبارك الله الناس الدنيا عامره كلشي كيخرج كلشي، انتما كتعرفوا دابا الصيفيه فما واحد الاجواء اش غنقول لكم غزاله البنات والله. كما كتعرفوا تعرف البنات من يحسب من ملابطا الا تن حتى البلاي الا تن حتى المرسى، هذه كامله جات كامله ساحه انسان كيتمشى الدنيا غزاله العيال كيلعبوا. المهم بنات شويش ان شاء الله غادي نمشيو للمطار نستقبلوا اختي الله يجيبها على خير. المهم بنات دابا جبرتونا غنمشيو، مشيت للدار اول حاجه، مشيت للدار صلينا صليت وعاد غنمشيو مع ماما وبا المطار باش يعني اختي غتوصل في الليل، يعني غتوصل بالليل المغرب، وان شاء الله غادي نسولها في نفس سولتها زعما على حساب السفر وداكشي، يعني شنو كيطلبوا ايطاليا فحال فحال البنات فحال اوروبا كامله، فحال ايطاليا فحال اسبانيا فحال اوروبا كامله، فقط طلبوا لها غير التحليله ديال بي سي ار وزائد ديك عندك البطاقه اللي كتعمرها الصحيه، بحكم انها قطعت في يعني في لاجونس اصلا كيعطيوها لها معمره معدله. انا لا انا قطعت بور انترنت، قطعت راسي بور انترنت، فانا كنت خرجت من الانترنت وكذلك عمرتها انا بيدي، شي حاجه اللي ساهله البنات حيت مره خرجت بزاف د الناس شي بنات كيسولوا عليها ساهله البنات، الا ما عرفتوش يتخرجوها ولا شي حاجه تكتجيو كيعطيوها لكم وكتعمروها، ولكن زعما الصراحه من الاحسن تخرجها في لوكوتوريا وكتعمرها وصافي وكتحسن كتجيك باش ما كتبقاش يعني كتبقى تستنى واحد المده تينا كتعمر صافي كتوصل وكتعطيها لهم وصافي، وكيديوها يعني كيديو ديك البطاقه الصحيه وكيديو حتى التحليله ديال بي سي ار ضروري خصكم تكون عندكم في الوراق يعني ماشي غير في التليفون. صافي البنات وصلنا دابا غادي كنتسناو الاخت ديالي دابا، وهي اصلا هي وصلت دابا يعني الطياره نزلت دابا شويش غادي ان شاء الله تخلط علينا.
المهم هاد اللحظة هادي كنتمنى نكل يعني أي واحد مغتاري بصراحة. المهم واحد الفرحة كتجي سبحان الله ماشي عادية. المهم اللي ما جاش الله يوصلو على خير، الله يجيبو على خير. كنتمنى يا ربي الحبيبة. هي بنت اختي، شوفوا كيفاش ما جا كتجري باش تسلم على عمها لا عزيزة. با مشى لين عند اختي باش يوزلها الولد ديالها ويسلم عليها. ها هو مجاوب ليش بيهم. صافي الغزال ديالي هوبا مسكين كيجر موالد اختي وماما والعولد اختي كلشي الحمد لله وصلوا بخير وعلى خير. اختي هي معايا قدامي فالحمد لله يا ربي. كنتمنى ربي يحيي لي باقي ما جاش الله يجيبو على خير الحبيب ديالي. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم في امان الله في الفيديو المقبل ان شاء الله يا اغلى المتتبعات. سلامه.